99. 96.4. 96.3. 97.8. 99.7. الأيام اليوم مدلعة المتفوقين بدونتس، لكن خلونا نسأل المتفوقين شنو السر اللي خلاهم يجيبون هذا المعدل المرتفع. تفاصيل إجاباتهم تابعونها في هذا التقرير. شنو السر ها 96.3 وشلون جت؟ علميني. والله اجتهدت، ذبحت روحي في البيت، ما أروح ولا مكان، ما أشوف أهلي، ذبحت روحي وجبت هالنتيجة، والحمد لله يعني توكلت على الله وبسبب الله حصلت على هاي النتيجة. وايد مستانسة الحمد لله، تخرجت وإن شاء الله طموحاتي في المستقبل إني أدش كلية هندسة أو IT. فرحة غير طبيعية وفخر حقي وحق عائلتي. وقلتي حق من أول؟ أمي. شنو قالت؟ كانت تضحك، وبعدين حصلنا اتصال من مديرة مدرستنا وعقب التهنئة سيدة صاحت ما قدرت تقول شيء. شلون جبتي هاي 99؟ الصراحة أول ما رجعنا من الأونلاين كنت خايفة من على المعدل، وقلت إنه لازم يعني أحط على روحي من البداية، فكل يوم كنت أراجع دروسي وبعدين كنت أحضر حق الاختبارات النهائية، وشهر قبل الاختبارات كنت أبدأ دراسة، ويعني كنت أركز إنه يكون روتيني صحي، إنه عشان أنام عدل، أكل عدل، وأدرس، وبعدين وأبعد التوترات عني. أنا صراحة ما جربت إلا السنة آخر سنة، أنا كان قبل كورونا يعني أونلاين، بس بالبداية كان شوي صعب، بس بعدين حسيت إنه أوكي سهل. حتى الامتحانات يعني كان يحتاج لها وايد دراسة الصراحة، بس إنه الحمد لله عدت. بحاول إني أجيب معدل أكثر، وبحاول هالمرة صدق إنه يعني أسعى أكثر عشان بحصل معدل أعلى. فحسين شلون جبت 97؟ شنو السر؟ والله الحمد لله الوالدة ما قصرت ويانا في المراجعة، والوالد بعد ما قصر، تعبنا على روحنا خاصة في المواد اللي هي الرياضيات والمواد الأساسية مثل العربي والإنجليزي. الحمد لله الإعدادي كان شوية سهل، إن شاء الله الثانوي يكون نفسه. أكيد الفرح والسعادة، الفخر طبعا بعد تعب سنة كاملة. أكيد بخص بالشكر والدي أولا، أمي وأبي ومدرستي، طبعا كان لهم الفضل الأكبر إلي لتخرجي من المرحلة الإعدادية ولنجاحي ولإني أوصل للمعدل 99.6 الحمد لله. الحمد لله مشاعر مختلطة ما بين فرح وفخر، الحمد لله إني حققت هذه النتيجة اليوم، أنا متخرجة من التوجيهي معدل 99.1، إضافة لمشاركتي بالأنشطة والمسابقات المدرسية وعلى مستوى المدارس، وأهدي هذا التفوق لمملكة البحرين الحبيبة وللعائلة الحاكمة، ويا رب دائما أكون في أعلى المراتب وأرفع على مملكة البحرين عالياً.